انت اللي منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن هاني. زي ما قلت لحضرتك يمكن قبل ما نطلع للتقرير، مشوار طويل على مستوى اللعب كلاعب، عديت مشوار اكتر من رائع، ولسه احنا كنا بندردش وبنقول حتى فرحه اللعيب وهو بيكسب بطوله او بيروح منتخب مصر بتختلف شويه عن حتى فرحه المدرب وهو بيكسب بطوله. خلينا نبدا يمكن تاريخ الكابتن طارق العاشري كلاعب. محطات كتيره جدا مريت بيها، وعلى المستوى المحلي على المستوى الدولي برضو. نحب نفكر الجماهير كمان ان كابتن طارق العاشري كمان كان لاعب مميز جدا، وكان ليه نجاحات كبيره على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. انت بترجعني هذه التاريخ، ارجعك تاني التاريخ من الاول وبعدين نطلع بقى على الصعب يعني. لان طبعا مفيش شك، طبعا مفيش احلى من الذكريات اكيد. ولو انت وانا خاصه الناس اللي هي كانت في الملعب بتتمنى في الفتره الحاليه اللي بيشايفها طبعا الطفرات الكبيره بتاعت اللعيبه يقول يا ريتنا ان احنا اتولدنا في الفتره دي. صحيح. لان احنا في مواهب كتير جدا جدا يمكن كمان افضل مننا وبرزوا على الساحه في كره القدم في مصر، لكن ما خدوش حقهم. حقيقي. النهارده كل يعني انا متذكر الله يرحمه ابويا لما انا رحت نادي الاتحاد من وراه لان هو كان زي اب، اي اب بيهمه الدراسه طبيعي، نمره واحد الدراسه. فانا لما رحت نادي الاتحاد يعني رحت يعني مش عاوز اقول لك بمحض الصدفه، ومن وراه كنت رايح اتفرج على زميل ليا رايح الاختبارات. ده انت مش رايح اختبارات اصلا، مش رايح اختبارات، رايح تتفرج على واحد رايح واحد صاحبك. صاحبي في نفس الشارع، وانت عارف ان احنا الشارع هو يمكن كان المصدر الرئيسي لتعليمنا كره القدم. ده حقيقي. الايام ما كانت الشوارع بتطلع مواهب شراب بقى يعني. بالظبط كده، وكانت الشوارع بتلعب بعضها بعض. فقال لي انا رايح نادي الاتحاد. طبعا انا كنت كل يوم اروح المدرسه واخد الشنطه بتاعتي، وهو ما يعرفش وجوه الشنطه لبس ان انا رحت بدل الكوت. رحت الاول لما رحت الاول نادي الاتحاد مع زميلي ده اتفرجت عليه، كنت قاعد في المدرجات في الشطبي وهو بيختبر، وكان الله يرحمه كابتن علي الكيلاني، كابتن محمد جابر، دول الناس من اقطاب لاعبي نادي الاتحاد. طبعا كانوا هم ماسكين فريق 16 سنه. ف كان عمرك كام يا كابتن ساعتها؟ 15 وحاجه. 15 سنه. وبعدين لما خلص زميلي محمد قلت له طب ما تجيب لبسك، انا خدت من لبسه تلبسه وتعمل بيه الاختبارات، انزل اختبر انا كمان، اشمعنى انت؟ فيعني عاوز اقول لك ان الصدف ساعات بتبقى انت مش يعني مش مخطط لها، لكن ربنا سبحانه وتعالى مخطط لك حاجه انت ما كنتش في بالك. ده حقيقي. فنزلت، كان الكابتن علي خلص وماشيين، قعدت اجري وراه، كابتن علي راح باصص لي، قلت له انا عاوز اختبر. قال لي احنا خلصنا. قلت له طب بس انا جاي من مدينه كفر الدوار فممكن تشوفني. قال لي انت بتلعب ايه؟ اول سؤال سالوني بعين الخبره برضه. قال لي، قلت له انا بلعب مساك رقم 5 يعني. قال لي انت بتلعب كوره؟ قلت له انا بلعب عندنا فرقه اسمها غزل كفر الدوار. قال لي انت بتلعب مساك؟ وكان الكابتن علي هو مركزه سيرد باك المساك ده. وبعدين قال لي يعني بتعرف تلعب؟ مع الحاح ان انا اختبر. قال لي انت بتعرف تلعب؟ قلت له جربني شوفني. فجربني الاختبارات العاديه، الهيدرز اللي بيشوف المهاره بتاعتي في الكوره بس يعني. ما مش وسط تيم، مش يعني. وسط تيم. اوكي. لقى عندي يعني في حاجه هو شافها لمسها في. قال لي طب انت بتلعب كفر الدوار؟ قال لي طب بتعرف تجيب لي الاستغنى؟ على طول كده. قلت له انا بلعب كفر الدوار وهجيب لك الاستغنى. انا كده ايه؟ قال لي تعالى هات الاستغنى وتعالى وانت اعتبر نفسك. فلما دخلت مع الفرقه ورحت جبت استغنى من كفر الدوار ودخلت النادي، فمره كده من المرات كان عندنا ماتش في الناشئين، فبيقول لي انت عارف يا طارق لما انت جيت وقلت لي الحاج احنا كنا بندور على سنتر هاف. يا ربنا لباسم الطريق. احنا كنا بندور على ده قدر يا كابتن. بالصدفه. هو ربنا سبحانه وتعالى ساعات بيخطط لك حاجه. انت من ساعتها ما دخلت النادي كان زمان، ويمكن كابتن هاني يعرف، ان دايما فرق الناشئين اللي هي دلوقتي اصبحت بعيده يعني، اصبحت مش هي الممول الرئيسي للفريق الاول. كان زمان الممول الرئيسي للفريق الاول ليه بقى؟ لان ما كانش في احتراف. كان اللاعب بيفضل في النادي لحد ما بيبطل في فرقته. فكان متنشل على فرقه 17 سنه في 5 لعيب، فرقه 19 سنه في 5 لعيب، فرقه 21 سنه معروفين بالاسم. كل فرقه معروفه لا بالاسم. كان بيطلع كم يعني طبعًا. يطلع لك حوالي 15 لاعب، وبعدين انت بتصفصفهم
ممكن نصفصفها على 5-6 لاعبين كل موسم الفريق الاول بيمتد بخمس. كنت انا واحد منهم. لما صعدت الفريق الاول والله مسيب الخير الكابتن أباظة والكابتن فؤاد مرسي اعطوني اول ماتش موسم 83-84 في بورسعيد على الله يرحمه كابتن كاستن يا مصعد الدور. اول ماتش لعبه في بورسعيد وكان انت عارف انت المباريات في بورسعيد بجماهيريتها ومع على نجم كبير زي مصعد الدور وانا طالع ناشئ لسه. كنت بقى كام سنه يا كابتن؟ 17 كنت لا كنت 19 سنه 19 سنه, 19 سنة. وكان كابتن فؤاد مرسي وكابتن أباظة ومسيهم بالخير هم اول ما منحوني الفرصه ديت. طبعا انا بلعب على مصعد نور وعاوز اثبت نفسي والحمد لله يعني البدايه كانت موفقه. لما لعبت في بورسعيد اديت بشكل كويس وبعدين انت كنت كل عمال تخش في اختبارات وانت عارف ده هاني ان كل مباراه مع فرقه انت بتلاقي السنتر فيرود بتاعها اتقل من التاني. زمان كان كل فرقه ما شاء الله على فكره لعبت على كابتن الخطيب شوط واحد فعلا والله. ده امتى يا كابتن؟ اسكندريه. انا متذكر في اسكندريه وكان الدنيا مطر جامد جدا جدا ويروح المطر وينزل ويروح وينزل الملعب هيتلعب مش هيتلعب المهم قرروا ان يلعب المباراه دي فلعبنا شوط والمطر اتلغى على شوط كنت ده الشوط والمباراه اللي بعد الشوط الشوط الوحيد اللي لعبته على الكابتن خطيب لما لحقته. فبعدها ابتديت اخش بقى على العب على لعبت على مصعد نور لعبت على كوارشي في الزمالك. الزمالك طبعا ابتدى اسمي يعني اثبت اقدامي مع النادي الاتحاد ابتدى ان وكان معايا الكابتن محمد عمر كان معايا في اخره الكابتن بوبو الله يرحمه طبعا كابتن الجارم كان في العصر الذهبي كمان البابلي طبعا كابتن البابلي كان الجيل ده كله يعني يمكن انا لحقتهم في الاخر انت كنت اصغر واحد وابتديت انا احط رجل معاهم بس كنت بلعب على سنتر فراوده تقال كل فرود لوزنه وكل نادي كان ليه يعني على الاقل في اتنين فرود لاين.